عشرة الظهر. تحية متجددة من قسم الأخبار، مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عنوينها: خلال زيارته لعدد من السدود، رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من ساهم في حرمان المواطن من الماء. انطلاق عملية تعمير استمارة التوجيه الجامعي، ووزير التعليم العالية يحذر من اختيار اختصاص غير مدرج في دليل التوجيه. خلال افتتاح منتدى تونس العالم اليوم، عدد من الكفاءات التونسية في الخارج يبدون استعدادهم للاستثمار في تونس. وفي الشرق الأوسط، أكثر من 80 شهيدا في 8 مجازر صهيونية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وتصعيد في الضفة الغربية المحتلة. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أدها اليوم إلى عدد من جهات الجمهورية، أين عاين عددا من السدود والأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه الصالحة للشراب والري في كل من ولايات القيروان والمنستيرة ونابل وجندوبة، وشدد على أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المتورطين في تهشيم أنابيب توزيع المياه والمتسببين في الانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب وحرمان العديد منها. وقال رئيس الدولة إن قطع المياه بهذا الشكل الممنهج والمدبر جريمة في حق الشعب ويمس بالأمن القومي التونسي، مضيفا أن ما يحصل في عدد من جهات الجمهورية أمر تدبره شبكات إجرامية تستهدف شبكات توزيع المياه وتستهدف المحطات الكهربائية. وقت ما كانش ثم السدود في وقت الأوقات في تونس في آخر السنوات الأربعين، تونس ما عرفتش المشاكل هذه، تم تخريب هذا فضل عن انقطاع الكهرباء في عديد المناطق. بعد ذلك الأمر مش طبيعي، ولا بد من تحميل أي مسؤول مهما كان. المشاكل هذا اللي قاعد يقع في تونس هو داخل في الحملة الانتخابية بتاع اللوبيات اللي داخل الإدارة. أموال مرصودة، مياه موجودة، وموجودة في العيون، ومع ذاك الناس تشكون عطش. ثم غرفة عمليات لتعطيش المواطن للتنكيل بالمواقع. إذا كان مخزون استراتيجي وناس بلاش ماء، وين هو شعب روبيه مش خبيه في متحف، شوف ما كان أي مسؤول في المستوى الشاوي أو المستوى المركزي، وأنا ما يتحمل مسؤولية ولا غلط. حتى كان في تقطع الماء ديما نقوله كان ثم سبب الحق. أول شيء الحق في الماء حق طبيعي، ثم المواطنين اللي يقوموا بالعمل هذا وراهم أيضا من هو في الخفاء. أزمة المياه في تونس مظهر من مظاهر التغيرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة بشكل خطير غير مسبوق. تقرير ناجي بن جنات. تفاقمت التغيرات المناخية منذرة بمزيد المخاطر على الأرض، وهو ما يعكسه ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معهود، وتراجع مستوى المياه، واتساع نطاق التلوث والجفاف والحرائق والفيضانات، وعودة النشاط إلى بعض البراكين الخامدة. مشهد مناخي مضطرب، ما هي انعكاساته على تونس؟ وما هي الأخطار التي تستهدفها على مستوى هذه التغيرات؟ الأستاذ المبرز والخبير في طقس تونس عمر بحبة يتحدث عن ثلاثة أخطار أساسية. الأخطار اللي ممكن احنا تهمنا في تونس أكثر هي موجات الحر والجفاف. تعرفوا بلادنا قاعدة تتعرض منذ سنوات عديدة إلى موجات حر كبيرة وحتى خطيرة. الرقم القياسي في تونس الحرارة 50.3 سجلناه في 11 أوت 2021. موجات حر أصبحت طويلة. ثم مشكل ثاني اللي هو مشكل الحرائق في تونس، موجات الحر ترافقها اندلاع للحرائق. مشكل آخر ثالث اللي هو الجفاف، وهو ظهر لي معناتها المشكل الكبير. تقريبا اخر سنه ممطره في تونس كانت 2019، ووقتها نسبه امتلاء السدود كانت 80%. اليوم هي سنوات جافه، وتتفكروا الجفاف نتاع السنه الماضيه، تفكروا الجفاف هذايا اللي زاد قاعدين يعيشوا فيه تو. الفتره نتاع الصيف مازالت طويله وما نعرفوش وقتاش باش تعود الامطار، هل انه باش يكون فما خريف مبكر او متاخر. لم يسبق للارض ان شهدت تغيرات مناخيه بمثل هذه الخطوره التي ايقظت العالم على واقع جديد يتطلب الكثير من الجهود والعقلانية لمعالجة الأسباب التي قادت إلى هذه التغيرات وإرساء الحلول الناجعة لتفادي الأسوأ والمجهول. تحت
تحت شعار الكفاءات التونسية في الخارج قوة دفع للتحول والتغيير وإشعاع تونس، التأم اليوم منتدى تونس العالمية من تنظيم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا. وفي تصريح لكوثر العرقوبي، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمارة خلال افتتاحه للمنتدى ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين الكفاءات التونسية في الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظم يومي 6 و7 من أوت القادم الندوة الوطنية للكفاءات بالخارج. عندنا في تونس كل المكونات باش تكون بلادنا معناتها من احسن بلدان العالم يطيبوا فيها العيش. هذا الكل بيدين التوانسه اللي في الداخل بطبيعه الحال والتوانسه اللي في الخارج، واحنا وزاره الشؤون الخارجيه والهجره والتونسيين بالخارج مسؤولين عليهم في الخط الاول وباش نسهلوا لهم انه هما ينجحوا بطريقه انجع في الخدمه مع بعض، ويلزمهم يكونوا هما مسؤولين مشارين بهالمسؤولية هذه. وهذا واقع بقى توا لازم نوصلوا انه هما يخدموا التوانسة الكفاءات خاصة الكفاءات اللي برا نتاعنا يتعلموا يخدموا مع بعضهم باش نعرفوا شكون نتوجهوا مع شكون نخدموا. 6 و7 اوت ان شاء الله الوزارة باش تنظم الندوة الوطنية للكفاءات في الخارج، ده يوم مهم وفي اعلى هرم السلطة في تونس سيد رئيس الجمهورية يعطي معناتها اهمية قصوى وباش يكون ناجح ونخرجوا خطة عمل ويكونوا هما مسؤولين عليها ويشاركوا فيها. تذليل الصعوبات أمام الكفاءات التونسية في العالم وتشبيك العلاقات بينها وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من أبرز أهداف المنتدى العالمية، يقول رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو. هدف التظاهرة هذه أولا الناس كل تكون واعية التحديات أمامنا في التغيير الرقمي، في التغيير المناخي، وكل التغييرات المطروحة أمام بلادنا، التنمية الجوية، كل شيء. التنمية وتونس الغد مش بتبنى بدون كفاءات هذه، دونك هذاك علاش احنا حبينا أول حاجة نجمعوها اليوم، معناتها هي رسائل عديدة في نفس الوقت، رسائل بالكفاءات هذه باش نقول لهم البلاد بلادكم عندكم دور فيها، وتم انتظارات كبيرة خصوصا من طون، نحبوا زادة رسائل للفاعلين الاقتصاديين في تونس، للفاعلين السياسيين في تونس باش نقول لهم ثم الناس تحب تعرف، ثم الناس تحب بلادها بكل أنحاء العالم، سهلوا عليهم المهمة، ظلوا العراقيل اللي قدامها اللي نحموهم اليوم من أنهم يكونوا بقوة الدفع اللي احنا نقولها، سهلوا علينا بمشي يرجعوا ولا باش يرجعوا حاجة لبلادهم. وسجل منتدى تونس العالمي حضور عدد هام من الكفاءات التونسية من أصحاب الأعمال بالخارج الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في تونس رغم بيروقراطية الإدارة التونسية وصعوبة بعض التشريعات. حضور أغلبيتهم دي فاكونسي، الناس من جاي من برا يسيب عائلته ويسيب البحر ويسيب الدنيا كله يحضر، دونك هذاك سابدي عنده لومبي باش يخدم البلاد هذه اقتصاديا. كفاءات بالخارج هو روتور دانفيستيسمون، احنا قرينا في تونس ورجعنا لتونس وحول الله تونس ولاده ما نخليوهاش. نجم نستفادوا منها في برشا حاجات، فلوس موجوده، ميرسي لي بروجي وميرسي لي زيدي. انا مازال ناقصني بارتي صغيره نقولها اللي هي القانون تونس، خاطر بارابور لإيطاليا وكل ما يخص لأوروب تونس مازلت شوية أنا قاعدين نتعلموا. وفي موضوع آخر، انطلقت اليوم بداية من منتصف النهار عملية تعمير استمارة التوجيه الجامعية بالنسبة للناجحين في البكالوريا، وخلال استضافته اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بكثيرة جميع التلاميذ المعنيين من اختيار اختصاص غير مدرج في دليل التوجيه الجامعية. دليل التوجيه الجامعي منذ سنتين ولا مرقما بصفة كلية، والاستعمال تاعه سهل جدا. أولا ما يعتمد كان الاختصاصات الموجودة في دليل التوجيه الجامعي، وهوني نخص اللي باش يسجلوا في المؤسسة الخاصة للتعليم العالي، خاطر حتى هذوك ما راهو أدرجناهم في دليل التوجيه الجامعي. أي اختصاص يعرض عليهم غير مدرج في دليل التوجيه الجامعي ما يسجلوش فيه، لن نعترف به. النقطة الثانية، وإحنا ننطلق اليوم إن شاء الله ابتداء من منتصف النهار في فتح المنصة للطلبة التلامذة المتحصلين على البكالوريا باش يسجلوا اختيارات، وهون ينأكد على تأكيد الاختيارات، نخليهم حتى 27 جويلية يوم السبت منتصف الليل يعمل اختيارات يغير، لكن وقت يقرر ويثبت الاختيارات تاعه يلزم التأكيد. نصيحتنا للتلامذة يعمروا الاختيارات العشر، يقول لك أنا توا نعمل 10 اختيارات نعمرهم وتوا يعطيوني الآخر ولا قبل الآخر حتى كان استحق ثاني وثالث، راهو عملية مستحيل، راهو ياخذوا اللي المجموع مجموع النقاط نتاعه يخولوا له. علاش نقولوا 10 اختيارات يعملوا باش ما يضيعش الفرصه نتاعه في التوجيه منذ الدوره الاولى، لكن الترتيب راهو هو اللي يختار الترتيب لمصلحتهم.
وأوضح المنصف بوكثير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للجانب الاجتماعي، حيث تخصص 21% من ميزانيتها للخدمات الجامعية، مبرزا أن التقديرات تشير إلى أن قيمة المنح التي ستصرف للطلبة خلال السنة الجامعية المقبلة ستصل إلى 170 مليون دينار. البرنامج مخصص للخدمات الجامعية وحده 21% من اعتمادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الكلفة نتاع التأجير من الميزانية العامة نتاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي شنخصوا احنا الخدمات الجامعية قرابة 50% من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المنح معروفة حسب الدخل السنوي للولي، وكذلك منحة الإدماج تخص اللي نجحوا جدد في البكالوريا من العائلات محدودة الدخل ولا دخل متوسط ياخذ 500 دينار، وثم مساعدات أخرى اجتماعية ظرفية. بالنسبة للسنة الحالية تقديراتنا باش نفوتوها نوصل لكم حتى 170 مليون دينار. الأكل الجامعي كما تعرفوا راهو 200 مليم لكل طالب مسجل في مؤسسة عمومية. بالنسبة للسكن قرابة 56 ألف مسارير نوفروا باش نوفروا أكثر عدد ممكن للطلبة نتاعنا. نلتجئوا للكراء، مقرات تستجيب للمعايير، عندنا قرابة 13 ألف سرير نكريوهم للطلبة نتاعنا، يدفع 10 دنانير في الشهر، يتكلف لنا السرير الواحد بين 75 دينار و 130 دينار. قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح للأخبار خلال زيارة أداها صباح اليوم إلى مركز نداء التابع للهيئة بالقصبة، قال إن المركز يقدم معطيات محينة ودقيقة حول مختلف استفسارات ناخبين وراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. هو مركز نداء اعتادت الهيئة انه تهيئه بمناسبة كل مسار انتخابي، الرقم معروف تقريبا عن جميع التونسيين 18-14 للإجابة على أي استفسار أو تساؤل حول المسار الانتخابي. الرقم هذا يهم الناخب ويهم أيضا المترشح حول التحيين، كيفية التحيين عن بعد، مراكز التحيين القارة والمنتقلة، وأيضا حول شروط الترشح، وثائق الترشح، التزكيات وهو الجديد، يعني أين توجد تلك الاستمارات، كيف يقع تأميرها، لمن تسلم، يعني تقريبا كل المعطيات حول المسار الانتخابي. المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى 10 ليلا دون انقطاع بما في ذلك السبت والأحد، وتقريبا الأعوان بتاعنا مكونين يعني على المسائل القانونية والترتيبية، وعندهم كل المستجدات في علاقة بالبلاغات اللي تصدر الهيئة، ويعطيوا المعلومة محينة وخاصة معلومة دقيقة. وبخصوص استخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات الترشح، أوضح بوعسكر في تصريح لسلوى المجري أن مسألة التوكيل لسحب استمارة الترشح حسمت من قبل المحكمة الإدارية، مضيفا أن كل شروط الترشح تتطلب استخراج وثائق من إدارات مختلفة خارج عن نطاق هيئة الانتخابات. بالنسبة لمسألة التوكيل حسمت من المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية أقرت توجه الهيئة أنه إيداع مطلب الترشح أو سحب الاستمارة يكون بطريقتين، إما يحضر المعني بالأمر شخصيا، وراه في 88 تقريبا خلينا نقول 85 منهم جاءوا شخصيا، أو أنه يتعذر عليه الحضور شخصيا لأي سبب كان، وقت يلزم توكيل قانوني وصريح، يلزم عندي توكيل وثيقة تعبر صراحة على انصراف نية المترشح أو الرغبة في الترشح إلى توكيل شخص بعينه للقيام بإجراء الترشح. وضايا راهو مبدأ قانوني موجود في الإدارة الكل، وأنا نستغرب كيفاش يطرح هذا الموضوع أنه شخص ينجم يكون ما عنده حتى علاقة يتم تمكينه من أنه يسحب استمارة فيها معطيات شخصية وفيها صورة وفيها رقم بطاقة تعريف، وبعد كي يجي المترشح يقول ما كلفتوش. البطاقة ثلاثة هي من ضمن الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة، فلنكون واضحين، البطاقة ثلاثة ليست شرطا جديدا، كل شرط يلزمه وثيقة، كما الجنسية يلزمها شرط جنسية، السن يلزمه، مضمون ولادة، كل الوثائق ممسوكة من الإدارة، يعني شرط جنسية أيضا ممسوكة من وزارة العدل، مضمون ولادة ممسوكة من وزارة الداخلية، فبأي منطق تطالبون الهيئة أن تقوم بالتثبت؟ نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. في مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي اليوم 91 من العدوان الصهيوني على غزة، واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتكاب الاحتلال لثماني مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا ومئات الجرحى. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا. مراد السبعة.
استهلت الحرب الإسرائيلية أيضا في الضفة بعد استشهاد 7 مواطنين في مدينتي طول كرم والخليل، حيث استشهد 5 مواطنين بعد قصف عدة منازل في مخيم طول كرم بينهم امرأة، وأيضا استشهد شابان في مواجهات في بلدة سعير في قطاع غزة. أفادت وزارة الصحة بأن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 84 شهيد. وأفادت أن حصيلة المجزرة التي ارتكبت في خان يونس ارتفعت لتصل إلى 73 شهيد. وأفادت في إحصائية شاملة بأن عدد الشهداء ارتفع ليصل إلى 39,090 شهيد. في مخيم جباليا ارتقى 4 شهداء وأصيب آخرين في قصف طيران الاحتلال، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة جماسي في شارع النفق استشهد فيه 4 مواطنين. وتحدثت أيضا مصادر صحية فجر اليوم عن استشهاد 8 مواطنين في قصف لمنزل في شارع المغربي في حي الصبرة. على الصعيد الدبلوماسي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أنه تم إبلاغ عائلات رهائن محتجزين في قطاع غزة بقرب التوصل إلى اتفاق سيضمن إطلاق سراح أقاربهم. كما كشف نتنياهو للعائلات عن اتفاق قد يبرم قريبا لتبادل الأسرى بين قوات الاحتلال وحركة حماس، موضحا أنه سيكون على مراحل. يأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت على أن اتفاق إعادة الأسرى من حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا. في الأثناء، اتفقت عدة فصائل فلسطينية صباح اليوم على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية بتوقيعها على إعلان بكين في العاصمة الصينية مع تبني حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة غزة بعد الحرب، وفق ما ذكرته اليوم وسائل إعلام رسمية صينية. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خلال زيارته لعدد من السدود، رئيس الجمهورية يؤكد أن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من ساهم في حرمان المواطن من الماء. انطلاق عملية تعمير استمارة التوجيه الجامعي، ووزير التعليم العالي يحذر من اختيار اختصاص غير مدرج في دليل التوجيه. خلال افتتاح منتدى تونس العالمي اليوم، عدد من الكفاءات التونسية في الخارج يبدون استعدادهم للاستثمار في تونس. وفي الشرق الأوسط، أكثر من 80 شهيدا في 8 مجازر صهيونية جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وتصعيد في الضفة الغربية المحتلة. ختام النشرة قدمتها لكم نفيسة حسني، تحياتي.